في غضون ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة التي تم فيها تصفية الشاب طارق عودة معالي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. تم بلاغ الساعة 8:09 وجود إصابة على جبل الرسان بحد راس كركر. بصفتي أني متواجد إسعاف المنطقة فتوجهت سريعا إلى الموقع، فحددت مكان الإصابة، مكان وجود الإصابة في منطقة الجبل، فطلعت مباشرة على الجبل وتم منعي من الدخول بسبب أنها منطقة عسكرية مغلقة.